انا واحد من الناس فخور جدا 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 ان انا اهلاوي. ناس كتير جدا زي ملايين الملايين اللي بينتموا للنادي الاهلي، فخور جدا بانجازات النادي الاهلي. انا عن نفسي فخور جدا بجماهير النادي الاهلي، فخور جدا بمجلس اداره النادي الاهلي، فخور جدا برئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. هتقول لي ايه المناسبه لكده؟ هقول لك من غير اي مناسبه، بس تعالوا نشوف بقى. انت مجرد انتمائك للنادي الاهلي فخر ما بعده وفخر، فخر ما بعده وفخر. انت بتتكلم على كيان عظيم، تكلم عن قلعه من قلاع الرياضه في العالم، مش في مصر بس، مش في افريقيا بس. تعال اقول لك قلعه ليه. نادي الاهلي نادي كبير جدا جدا، وكيان عظيم، عريق، تاريخ، مبادئ، قيم، انجازات لا حد لها، ومحدش عملها ولا حد هيعملها. خلينا بس متفقين في الاول، مش في الكوره بس، انا بتكلم على الرياضه بصفه عامه، الرياضه المصريه. النادي الاهلي خير سفير لمصر على جميع الاصعده الرياضيه. ايوه، يعني هتكلم بتوسع شويه، لان في ناس بتقعد تهاجم وناس ملهاش في اي حاجه، بس ليها اغراض معينه ان هي تهد في النادي الاهلي، تهاجم مجلس ادارته، تهاجم الفرق الرياضيه. النادي الاهلي بيسير في شقين، طريق انجازات رياضيه وطريق الانجازات الاجتماعيه والبنيه التحتيه. يعني تحقيق البطولات ده انجازات رياضيه، مش على مستوى مصر بس، لا، على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا، وصلنا كمان للعالميه في اكتر من لعبه. خلي بالكوا الانجازات الرياضيه ديت في بعض الانديه، ده لو حصلت يعني ما بتحصلش غير في النادي الاهلي، بيخليك تنسى دور مهم جدا جدا جدا، اللي هو دور ايه بقى؟ الدور الاجتماعي والانشاءات والبنيه التحتيه. ده يعني يقول لك كفايه الانجازات دي عامله لنا يعني صيت ولا الغنى زي ما بيقول. ولكن النادي الاهلي ماشي في الشقين، وده طول عمره على فكره، طول عمر سكه النادي الاهلي كده، بطولات وبنيه تحتيه. وطبعا لان في اعضاء النادي الاهلي حدث ولا حرج، ملايين الملايين زي ما حضرتكم عارفين. فشفنا الفتره اللي فاتت ان كان في اعلان عن افتتاح فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس في اول شهر يونيو القادم باذن الله، يعني بالضبط بعد 18 يوم. فعلا فرع يعتبر مفخره للنادي الاهلي، مش مفخره للنادي الاهلي في مصر، مفخره للانديه في مصر. فرع متكامل، يمكن لو حضراتكم هتشوفوا طبعا اكيد اللي تم انجازه حاجه تدعو للفخر، حاجه تخليك وانت يعني حاطط رجل على رجل فخور انك اهلاوي. لان النادي الاهلي دايما، النادي الاهلي يبحث عن التطور، يبحث عن الجديد. الاهلي نادي اوروبي موجود في افريقيا. على فكره ده مش كلامنا او مش كلامي، ده كلام ناس كتير جدا 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 اتعاملوا مع النادي الاهلي من بره مصر. حتى يعني انا كان ليا سنين كتير في الغربه، الناس اللي بره بيحسدونا كاهلاويه ان احنا منتمين للنادي الاهلي، بيحسدونا على اللي فيه النادي الاهلي، مش انجازات رياضيه بس. يعني انا قابلت ناس في الغربه كانوا بيتكلموا مثلا عن فرع اهلي مدينه نصر، عن فرع اهلي الجزيره، عن الحاله اللي عليها الناديين، كان احنا اجتماعيه، ما بيتكلموش على ارقام، ما بيتكلموش على بطولات، ما بيتكلموش على انجازات رياضيه، لا، بيتكلم على النادي نفسه، الفرع نفسه، الفروع نفسها. كانوا بيسالوني انتوا عندكم كام فرع؟ طب والفروع كلها شبه ده؟ طب الفروع كلها فكنت اقول لهم ده في فروع يعني كل واحد احسن من الثاني. الجديد بقى فرع النادي الاهلي في التجمع. فرع النادي الاهلي في التجمع وانت مغمض كده في كل حاجه. في كل حاجه. كل حاجه يتمناها الاعضاء موجوده في فرع النادي الاهلي في التجمع. حد بيعمل الانجازات الاجتماعيه ديت والبنيه التحتيه دي زي النادي الاهلي؟ مفيش.
جنب الانجازات الرياضيه والبطولات والارقام القياسيه اللي بيحققها النادي الاهلي، في حد تاني ماشي على نفس الخط؟ علشان بس الناس اللي كانت بتهاجم مجلس الاداره في بعض الاحيان تقول لك لا ده قبل كده كان مش عارف ايه، قبل كده ايه؟ روحوا بصوا على الانديه، احنا معانا على الشاشه اهو فرع التجمع. فخر، فخر مش فخر لمصر بس، فخر لافريقيا والشرق الاوسط. النادي الاهلي نادي متكامل رياضيا واجتماعيا. انا صراحه واحد من كغيري من الاهلاويه فخور بالتمسك بمبادئ النادي الاهلي، فخور بان انا واحد من جماهير النادي الاهلي، فخور ان انا في يوم من الايام كنت لاعب في النادي الاهلي، فخور ان اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الاسطوره الرياضيه في مصر وافريقيا دايما دايما حاطين حاجه واحده بس قدام عينيهم، مصلحه الوطن ومصلحه النادي الاهلي قبل اي حاجه خالص. هو ده النادي الاهلي طول عمره، وهو ده شعار وهدف المسؤولين اللي بيقعدوا على كراسي مجلس الاداره. لو قعدت اتكلم كتير جدا 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 عن سر فخرنا بالنادي الاهلي ممكن اقعد حلقات وحلقات.